السلام عليكم. اليوم تصويرنا جامع وحسينية الإمام علي عليه السلام اللي هي موجودة عندنا هنا بنزيد ناحية بنزيد قرية العريس. تدرون إحنا الوضع هنا بالريف شوية صعوب علينا الأصوات الناصبة والشادر وجيب من الشطرة ومصاريف، فقررنا نبيه الحمد لله وشكرا. الوضع حاليا وصلنا للسقف حاليا، ما قدرنا نسقفه طبعا صب، قررنا نسقفه شنو؟ شيلمان. يراضينا حوالي 50 شيلمان على 12، الوحدة تكلف 125,000. حاليا حمل اللي قاعد نجمع به وصل حوالي عندنا 20 وحده لحد الان، الماء يقدر يطل 125 يعطينا 50-25 اخصار على ما شاء الله شهر الرابع نبلش بهن ونزقفها ان شاء الله. الحسينيه شوف شلون اللي طولها 30 حوالي 34 ويا الطارمه وعرضها تقريبا 12. بنهايتها ذاك الباب راح يصير عندنا غرفه اللي هي مخزن اللي الشاي والماي والولد اللي يشتغل راح يصيرون هناك مكانها، وهاي مساحتها وكبرها وعرضها الحسينيه، وقدام هاي ساحة الحسينية، هاي الساحة، هاي المغاسل اللي موجودة، هاي ساحتها، ذاك الصوب الشارع إن شاء الله، هناك مكان للطبخ راح يصير، جراج للسيارات، منطقة مفتوحة، الشارع هذا إن شاء الله راح يتبلور، الكهرباء قريبة عليها، هذا هنا اللي موجود بوري مال الإسالة، كل الأمور ما هي يعني للخدمة هي موجودة بيه، مجرد بس نريد تعاون الناس ويانا، تتعاون الناس ويانا، نجمع المبلغ، دائما نكرر المنشورات سواء كانت منشورات العوائل اللي نشرها بالرابطه او هاي اللي اليوم نشرناها، نقول الشيء بسيط يا جماعه يجمع الى منا 50 و25 و100 والميسورين الحال اللي عندهم، مو بس تساعدنا بالفلوس لا ساعدنا تقدر توصلها، تقدر توصل طلبنا مثلا الناس اللي تجار، ناس اللي مسؤوله، ناس اللي بالدوله متمكنه ماديا، وصل لهم الحاله حتى يجون يساعدون، نكمل ارضيتهم نكمل وتبقى تخدم كل المنطقه مو بس قريه كل المنطقه ان شاء الله. شارع تبليط اللي عنده مناسبه راسا يجي لنا، مكان واسع اللي موجود ما بيتكلف على الناس، نظيف حتى دورات طلابنا باشر نسوي بيها، كل المناسبات نسويها بيها ان شاء الله. نريد تكاتف الناس ويانا تعاونهم، والاخوان رابطه ان شاء الله ما يقصرون، المنطقه ما تقصر، نسال الله التوفيق للجميع. تحياتي.